السلام عليكم أعزائي المشاهدين، حياكم الله بالنشرة الجوية. استمرار الطقس الحار والجاف ويانا نهار اليوم، وأيضا الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها ما بين 15 إلى 38 كيلومتر بالساعة. حاليا على مدينة الكويت سرعة رياح 30 كيلومتر بالساعة من الاتجاه الشمالي الغربي، وطقس حار وبعض السحب العالية. حاليا على مدينة الكويت درجة الحرارة حاليا 45 درجة مئوية، ورطوبة متدنية حول 12%. رؤية أفقية ممتازة تتجاوز 10 كيلو، وأيضا امتداد منخفض الهند الموسمي لا زال مؤثر على منطقتنا، ويسبب رياح شمالية غربية متوقع أنها تكون خفيفة إلى معتدلة، سرعتها بوجه عام ما بين 12 إلى 35 كيلومتر بالساعة خلال 48 ساعة القادمة. أجواء حارة نسبيا الليلة، وأيضا استمرار الرياح الشمالية الغربية ويانا بعض السحب العالية المتفرقة متوقع على بعض المناطق، ودرجة الحرارة الساعة 12 بالليل متوقعينها ما بين 35 وال 34 درجة مئوية على مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي، وتتراوح ما بين 36 على وربة بوبيان إلى 34 درجة مئوية على كبر قارو أم المرادم، على السالمي 31 والعبدلي 35 درجة. أجواء حارة نسبيا أيضا غدا صباحا، واستمرار رياح شمالية الغربية سرعتها ما بين 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة، أجواء خالية من السحب متوقعة، ودرجات حرارة ما بين 27 وال 32 على المناطق البرية الساعة 6 صباحا، وأيضا على السواحل والجزر تتراوح ما بين 32 وال 34 درجة مئوية. أجواء شديدة الحرارة باكر الظهر، واستمرار أيضا الرياح الشمالية الغربية ويانا سرعتها ما بين 12 إلى 35 كيلومتر بالساعة، وأقصى حرارة متوقعينها ما بين 47 وال 48 درجة مئوية على مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي، الجزر الشمالية 44 إلى 40 درجة مئوية. أما على المناطق الصحراوية فما تتراوح ما بين 46 وال 49 درجة مئوية. طقس ايضا حار نسبي باكر بالليل، وايضا استمرار الرياح الشماليه الغربيه الخفيفه الى المعتدله، ودرجات الحراره متوقعينها الساعه 9 بالليل ما بين 38 وال 37 على مدينه الكويت ومطار الكويت الدولي، على المناطق الصحراويه تراوح ما بين ال 34 وال 38 درجه مئويه. حاله البحر متوقع ان شاء الله خلال 24 ساعه القادمه خفيف الى معتدل الموج ما بين 2 الى 5 اقدام ارتفاع الموج، اما المد الاول الساعه 11:20 دقيقه من مساء اليوم، المد الثاني الساعة 9:50 باكر الصبح، الجزر الأول الساعة 54 دقيقة من بعد ظهر اليوم، وأربع وربع إن شاء الله باكر الصبح الجزر الثاني. موعد أذان الفجر بمشيئة الله الساعة 3:46 دقيقة، شروق الشمس الساعة 5:13 و6:33 دقيقة موعد غروب الشمس. أما الطقس المتوقع بمشيئة الله خلال 5 أيام القادمة على مدينة الكويت، فاستمرار الرياح الشمالية الغربية ويانا يوم الجمعة والسبت سرعتها ما بين 35 و30 كيلومتر بالساعة، فضل بعض السحب العالية المتفرقة يوم السبت على بعض المناطق. لا يزال طقس شديد الحرارة 47 درجة مئوية للحرارة العظمى و33 درجة مئوية للحرارة الصغرى، واستمرار الرياح الشمالية الغربية ويانا يوم الأحد والاثنين والثلاثة، ممكن نشاط ملحوظ خفيف يوم الاثنين والثلاثة، فرصة لإثارة الغبار خاصة على المناطق البرية والمكشوفة، 35 إلى 40 كيلومتر بالساعة سرعة الرياح، ونلاحظ أيضا ارتفاع الحرارة العظمى لتصل إلى 49 درجة مئوية يوم الثلاثاء، وما بين 34 وال 35 درجة مئوية للحرارة الصغرى. شكرا لمتابعتكم النشرة الجوية، عودة للزملاء بعد درجات الحرارة حول العالم.